السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. ياكم حسين طارق من اكاديمية كابتشينو. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة، وتحديدا هسه الجزء الاول من المحاضرة الخامسة. حكينا بالمحاضرة الاولى على البونز اوف ذا لور ليم، المحاضرة الثانية حكينا على على السيرفس اناتوم مال هاي البونز، حكينا على الديفيش اوف ذا ثاي، حكينا على شوية ماسلز، حكينا على كذلك خلشي فيمورال ترينجل. المحاضرة الثالثة حكينا على الانتيا كومبارتمنت اوف ذا ثاي والميديا كومبارتمنت والارتريز والفينز والنيرز. بالمحاضرة الرابعة حكينا على الجلوتير ريجن، حكينا همين على المسلز عندنا سوبرفيشال وديب، حكينا مع النيرفز، حكينا همين على الارتريز. بقت لنا يعني من الثاي البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي، اللي كل ما احكيكم اقول لكم يا بهاي بالمحاضرة الخامسة، يا بهاي بالمحاضرة الخامسة، يا بهاي العضلة البايسس فيمورس محاضرة خامسة، يا بهاي سيميتندنوسس تيمي ممبرنوسس محاضرة خامسة. بس وصلنا المحاضرة الخامسة، وعندنا شغلة ثانية هي البوبليتيال فوسا. تذكروا من حكيت لكم، قلت لكم يا با احنا عندنا الثاي مالتنا يعني بي مثلا يعني القدام، يعني هي المنطقة البوبليتيال فوسا هاي صايرة اللي شنو صايرة ورا الني، اوكي، يعني صايرة ورا الني، تمام، ورا الني جوينت، يعني بوستيرلي، اوكي، يعني اذا الواحد يباع على رجله من ورا هاي هي البوبليتيال فوسا، اوكي، يباع على رجله يعني من ورا بوستيرلي، تمام. فهنحكي هنا على ال يعني على muscles of the posterior compartment، أو هي بسرعة ما posterior compartment of the thigh. نقارن شوي الانتيرير ونحكي عليها، نحكي على muscles، نحكي على innervation، ونحكي معي على popliteal fossa. هسه نقول بسم الله ونبلش. زين، بلش يكون بداية يعني مقدمة ومراجعة بسيطة يعني على اللي أخذنا. يقول لك the thigh is divided، يقول لك الثigh تنقسم إلى ثلاثة compartment، هالحكي نعرفه. يقول لك الثigh تنقسم إلى ثلاثة compartment، anterior compartment، ميديا كومبارتمنت وبوستيرير كومبارتمنت. يقول لك الثاي تقسم ثلاثة كومبارتمنت، انتيرر اللي حكينا عليه خبرتكم بيه كوادرسس فيمورس، وقلنا اكو عضلات تابعة اللي سالتوريوس وممكن البكتينيوس، اوكي، واليوسوس. زين، ميديا كومبارتمنت اللي حكينا عليها قلنا ست عضلات، تمام، اللي قلنا من ضمنها دكتور لونجس، بكتينيوس، دكتور بريفيس، كراسيلس، اوكي. زين، البوستيرير كومبارتمنت هسه راح ناخذها ان شاء الله، اللي هي اخر كومبارتمنت بالثاي، تمام، اللي صار بوستيرلي، الانتيا كومبارتمنت صار انتيرلي، والميديا كومبارتمنت ميديالي. زين، يقول لك احنا مو عندنا ثلاثه كومبارتمنت، بنفس الوقت عندنا ثلاثه انترماسكولار سيبتا. اذا تتذكرون وقت ما حكينا قلنا يا بعدنا هنا هذا الرسم، قلنا عندنا هاي شنو هاي البوستيا كومبارتمنت، هاي شنو هاي الميديال كومبارتمنت، اوكي، وهاي عندنا الانتيرا كومبارتمنت. شوف ايش كبر هالانتيرا بوحه، ايش كثر كبيره. زين، فقلنا ما احنا يعني حكيتكم اتذكر بوقت رسمت لكم عندنا دائرة، احنا هاي الدائرة اذا انا اريد اقسمها ثلاث اقسام لازم عندي انا ثلاث خطوط، باعوا هذا خط اول ثاني ثالث، هاي مثلا نقول ميديا كومبارتمنت، هاي البوستيرور كومبارتمنت، وهاي انتيرا كومبارتمنت، او خلينا نسوي واقع اكثر شوية. زين، هذا هيج وهذا هيج، زين، وهيج تقريبا. زين، هاي البوستيرور كومبارتمنت، هاي الميديا كومبارتمنت، وهاي الانتيرا كومبارتمنت، معنا عندنا 3 انترماسكولار سيبتا، تمام، ميديال وبوستير ولاترال، اوكي. زين، يقول لك ذا لاترال انت ماسكولار سبتم از ريتيفلي ثيك اند سترونج، يقول لك هذا اللاترال انت ماسكولار سبتم، وعلي ما جايكم على هذا الرسم، خلينا نروح على الصوره. يقول لك هذا اللاترال انت ماسكولار سبتم اللي هو حيفصل لك، هذا اللاترال انت ماسكولار سبتم حيفصل لك بين البوستير كومبارتمنت اللي هسه حناخذه وبين الانتير كومبارتمنت. يقول لك هذا اللاترال انت ماسكولار سبتم يكون جدا قوي، حيكون ثيك ريلاتيفلي، نسبيا حيكون ثيك، يكون سميك وسترونج، حيكون قوي. زين، whereas the other two are small and يقول لك الاثنين البقية اللي البوستيرور والميديال انترماسكولار سبتا يقول لك هيكونان ضعيفات. The separation between anterior and posterior compartment is well defined، يقول لك يعني الفاصل بين الانتيرو والبوستيرو كومبارتمنت حيكون واضح جدا بواسطة thick strong lateral intermuscular سبتا. قلت لكم يا بعد عندنا هاي الانتيرو كومبارتمنت اللي هي هاي وهاي البوستيرو كومبارتمنت، بيناتهم اكو thick يعني lateral intermuscular سبتا. زين، whereas the separation between posterior and medial compartment is not clear cut، يقول لك يعني اللي حيفصل بين posterior compartment and medial compartment هو مو كلش واضح، يعني هو posterior intermuscular septum. زين، يقول لك حيكون ضعيف وسمول، ولا الدكتور ماجنس مسل consist of two fused hamstring and adductor part. حيقول لك يابا احنا مو قلنا هسه على اللاترال حيكون قوي، حكي لك على posterior intermuscular septum اللي هو حيكون شنو؟ حيكون بين ميديال كومبارتمنت وبين شنو؟ بين عندنا يعني
يعني ميديا كومبارمنت، وقال هو بعد شنو قال الميدل والبوستيغر والاكسبانش بتوين بوستيغر وميدل، تمام. يعني هذا بقى هذا البوستيغر انتماسكولار سبتا، هذا البوستيغر انتماسكولار سبتا هنا، تمام. وهذا عندنا الميديال انتماسكولار سبتا، وهذا عندنا اللاترال. الميديال انتماسكولار سبتا حيفصل لك الانتير عن الميديال، يعني اللاترال انتماسكولار سبتا حيفصل لك البوستيغر عن الانتير، بينما عندك البوستيغر انتماسكولار سبتا حيفصل لك الميديا كومبارتمنت عن بوستيغر كومبارتمنت. اوكي اعيد لكم اياها يعني شويه ركزوا على بعض. ايش عندنا احنا؟ عندنا ميديال انتماسكولار سبتا، بوستيغر انتماسكولار سبتا، ولاترال انتماسكولار سبتا. اوكي زين، يقول لك يابا اللاترال انتماسكولار سبتا بيفصل لك بين الانتير كومبارتمنت والبوستيغر كومبارتمنت ويكون ثيك وسترونج. زين عندنا الميديا انتماسكولار سبتا حيفصل لك بين الانتير كومبارتمنت وميديا كومبارتمنت. زين البوستيغر انتماسكولار سبتا حيفصل لك بين الميديا كومبارتمنت والبوستيغر كومبارتمنت. اوكي يقول لك ما حتكون حدوده واضحه، ليش؟ لان يقول لك اصلا تذكروا احنا ايش قلنا؟ قلنا يابا يعني بالميديا كومبارتمنت قلنا عندنا عضله اسمها الدكتر ماجنس. هل الدكتر ماجنس ايش بيها؟ يعني كذلك الادكتر ماجنس بها قسمين، بها يعني الادكتر بارت وبها هامسترينج بارت، تمام. الهامسترينج بارت اللي هو البوست اللي حناخذ البوستيرير كومبارتمنت، فيقول لك هو اصلا يعني اكو عضله تروح من يعني هي تعتبر من الميديال ومن البوستير، او بها جزئين بوستير وميديال، جزء يعني ضمن البوستيرير كومبارتمنت، جزء ضمن يعني جزء ضمن البوستير، جزء ضمن الميديال كومبارتمنت. اوكي اللي هي الادكتر ماجنس. يقول لك يعني انت ما نقدر احنا نسوي ذاك يعني الانتر ماسكولار سبتا ذاك الحاجز القوي، لان هي اصلا اكو عضله بين هاي وبين هاي، فما اقدر اسوي ذاك السبتم القوي. فلذلك شوف ايش قال لك فوق، قال لك يعني از ريتيفلي ويك اند سمول، يقول لك يكون ضعيف ويعني وصغير. ويقول لك اما الدكتر ماجنس تكون من جزئين، الدكتر بات وهامسترينج بات، فيقول لك هي ما انه متكونه ما راح اقدر انا افصل يعني ذاك الفصل، تمام. زين راجع لكم هسه الاعضاء بسرعه عامه. اخذنا بالمحاضره الثانيه بعض الاعضاءات اللي قلنا هم هي تعتبر ضمن الانتير كومبارتمنت، اللي هي سارتوريس، بكتينيا، سوس ميجر، الياكس، اللي هي سوس ميجر الياكس اسمها سوى اليوس. زين قلنا الانتير كومبارتمنت هم تتكون من كوادسيبس فيمورس اللي بها اربع رؤوس، ساكتس فيمورس، فاسس لاتراز، فاسس ميدالز يعني فاسس انترميدس، فاسس ميدالز. زين وقلنا ارتكولاريس جينوها مال الني جوينت. زين عندنا ميديا كومبارتمنت كون بكتينيس، الدكتر لانجس، الدكتر بريفيس، جراسيلس، اوبتايتا اكسترنس مسل، والدكتر ماجنس يا بارت من هل الدكتر بارت. زين عندنا الجلوتيريجين مس او جلوتيريجين، خلنا عندنا سوبرفيشال لاير وديب لاير. سوبرفيشال لاير قلنا اربعه اللي هي جلوتيس ماكسيمس، جلوتيس ميديس، جلوتيس مينيمس، تنسر فيشلات. زين ديب لاير تكون من بيرفورمس، اوبتايتا انترنس، سوبير جيمالس، انفير جيمالس. زين وقلنا الاوبتايتا انترنس، سوبير جيمالس، انفير جيمالس اثنين ثلاثه ترايسبس كوكسا، يعني عضلات يعني ثلاث عضلات موجوده من منطقه الهيب، لان كوكسا معناته هيب او جوينت او هيب. اوكي فثلاث عضلات موجوده من الهيب جوينت اللي اوبتايتا انترنس، سوبير جيمالس، انفير جيمالس، واخر عضله هي كوادرايتس فيمورس. زين عندنا ذن العضلات ناخذ ان شاء الله بمحاجه، بس هحتاج مجرد اعطيكم فكره عنهن يعني بعدين من نتقدم. زين ما شاء الله. اوكي زين يقول لك ان البوستيرير كومبارتمنت ركزوا لي تتكون هي من البايسبس فيمورس. البايسبس فيمورس بيها تو هيد، بيها لونج هيد وبيها شورت هيد، وحنتعرف عليها بس خلوا بالكم الاسم. عندنا سيمي ممبرينوسس، سيمي تندنوسس، وعندنا الدكتور ماجنس مسل اللي هي شنو الهامسترينج بارت. اوكي فنقدر نقول اربع عضلات، بايسبس فيمورس قلنا بيها لونج هيد وشورت هيد، فهي عضله سيمي ممبرينوسس، سيمي تندنوسس. اوكي وعندنا الادكتور ماجنس مسل، فصار عندنا اربعه. اوكي زين بايسبس فيمورس بيها لونج هيد وشورت هيد، سيمي ممبرينوسس، سيمي تندنوسس، الادكتور ماجنس مسل اللي هي الهامسترينج بارت. اوكي زين حكيناكم هنا هاي كمقدمه بس اسماء العضلات. البوستيرير كومبارتمنت قلنا نرجع لها احنا من نحتاج. زين نبلشكم هسه بالهامسترينج ماسلز، حكيكم هسه ككرايتيريا او كونديشن يعني كصفات عامه عليها. شلون ما حكينا قلنا يعني مثلا انتي كوبرت اغلبها هيك تسوي الاكشيمات وهيك نير، فهنا عندنا صفات عامه، تمام. زين يقول لك ايش بيها هاي؟ اوكيباي ذا بوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، يقول لك تشغل مساحه البوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، يا بهاي البوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، هاي البوستيرير كومبارتمنت اوف ذا ثاي، تمام. فهي تشغل هاي المساحه، حتى تشوفوا هناك كاتب لكم بوستيرير فيو، تمام. تتكون من بايسبس فيمورس، لونج هيد وشورت هيد، سيمر بنوسس، سيمي تندنوسس، دونت فورجيت ذا هامسترينج كومبوننت اوف ذا ادكتور ماجنس مسل. قلنا الادكتور ماجنس تكون من جزئين، هامسترينج بارت وقلنا الادكتور بارت، فاحنا يقول لك لا تنسى الهامسترينج بارت، فاربع عضلات. زين يقول لك كل هذن الاربعه يعتمدن او يشتركن بصفات معينه، خصائص معينه، شير كومن فيتشرز، ما عدا من هسه خلوها ببالكم
الشورت هيد اوف البايسس فيمورس ما يمشي على اي صفه. يعني سنأخذ كل ينغذى بنفس العصب ياخذ من نفس المنطقه يروح يعني لنفس المنطقه تقريبا ما عدا الشورت هيد اوف ذا شنو اوف ذا بايسس فيمورس. اوكي زين خلينا نشوف. يقول لك كل البروكسيمال اتاتشمنت مالتهم للاسكيال تيبروستي ديب تو جلوتيس ماكسيمس. يقول لك احنا مو اخذنا عضله اخذنا ملاحظ خطيتكم يا مسي. يقول لك قلنا البوستيرير برانش اوف تريتر ارتي سبلايز ماسلز اتاتش تو ذا اسكيال تيبروستي بالمحاضره الرابعه وقتها قلت اخذنا يعني العضلات اللي فيها جيمالاس كواديتس فيمورس يتشلبن بالاسكيال تيبروستي. فقلت لكم يا ارتر اخذنا بالمحاضره الثالثه اللي هو مسؤول يعني ان يغذي عضلات اللي تاخذ اوريجين من شنو من الاسكيال تيبروستي. فسل جبت لكم المعلومه وحطيت لكم اياها هنا حتى تكمل بعد تنتهي. قلنا الاوبتيتر ارتري البوستيرير برانش مالته تحديدا يغذي العضلات اللي تتصل بالاسكيل تيبروستي اللي هن شنو؟ التكتر ماجنس الهامسترنج بارت انفير جيمالاس كواديتس فيمورس والعضلات اللي هسه حناخذ اللي هي الهامسترنجز. يعني هسه مفروض حناخذ احنا اي عضله يعني اي عضله من هذه العضلات تتشلب بالاسكيل تيبروستي اللي هي التكتر ماجنس هامسترنج بارت انفير جيمالاس كواديتس فيمورس. وخلينا نشوف بعد شنو يقول لك بعد شنو عندنا. عندنا السيمي تندونس السيمي تندونس شوفوا اكو اسكيل تيبروستي بالاوريجن تمام اسكيل تيبروستي بالاوريجن. الادكتر ماجنس الهامسترنج بارت هم هاي اسكيل تيبروستي. البايسبس فيمورس اللونج هيد اسكيل تيبروستي شوفوا بس الشورت هيد ما ياخذ من اسكيل تيبروستي. فكملت السنة عضلات يجددون ستو تضيفون وانا يجوز اضيف لكم يعني جوا بس انا هم يعني ما يدكم تتعازوا من هيك وما اقول لكم ضيفوا له انا حتى ترسخ ذا بس على العموم تضيفون يعني هنا السيمي تندونسس السيمي برونوسس يعني اصلا قالين احنا الدكتور ماجنس فماكو داعي وقلنا البايسس فيمورس اللونج هيد الشورت هيد لا. فهاي كمل عندكم هاي المعلومه قلت لكم عليها انه حناخذ عضلات اللي قدام هم بالاسكيل تيبروستي. فهاي المعلومه كملت زين وعرفنا هسه الاوريجن مال العضلات كلها مين يجي اسكيل تيبروستي ما عدا الشورت هيد اوف ذا بايسس فيمورس. ليش؟ لان هي اصلا ما تمشي على الخصائص قلنا هي اي خص يعني اي خصيصه من الخصائص هي ما راح تمشي عليها زين. يقول لك الديستال اتشاتمنت مالتهم بال يعني باللونج بونز اوف ذا ليج يعني يقول لك اما بالتيبيا او الفيبيلا. اوكي اما تيبيا او فيبيلا زين. يعني الاوريجن اسكيل تيبروستي كلين ما عدا الشورت هيد اوف ذا بايسس فيمورس. يعني الانسيرشن او الديستال اتشاتمنت اللي هو اما تيبيا او فيبيلا لان هي البونز اوف ذا ليج المحاضره الاولى يعني البارت رقم 5 حكينا عليها زين. يقول لك ذي سبان اند اكت اون تو جوينت برودوسينج اكستنشن ات ذا هيب جوينت اند فليكشن ات ذا اذني جوينت. يقول لك شنو راح يمتدن ويشتغل على تو جوينت حيشتغلون يسوون اكستنشن للهيب جوينت ويسوون فليكشن للني جوينت. اوكي نحكي لكم شويه على الاكشن. يعني بقى احنا مو حكينا على الانتيا كومبارمنت او الكوادريسبس فيمورس قلنا على الكوادريسبس طلاب قلنا يسوون فليكشن للهيب جوينت اللي هي الركتس فيمورس وقلنا يسوون اكستنشن للني جوينت. هاي عكسها بالضبط البوستيرير كومبارمنت. يعني تتخيل عندنا انتيا كومبارمنت اكيد البوستيرير كومبارمنت تكون عكسها تماما بالاكشن. فاذا احنا عندنا فليكشن اوف ذا ثاي بالانتيا كومبارمنت فاذا عندنا اكستنشن اوف ذا ثاي بالشنو بالبوستيرير كومبارمنت. اوكي زين عندنا اكستنشن اوف ذا ثاي اوف ذا ليج او ني بالانتيا كومبارمنت اذا عندنا بالبوستيرير كومبارمنت شو يسوي؟ يسوي فليكشن اوف ذا ليج تمام. هاي الاكشن هنفضلها بس خلوا ببالكم يعني كل الاعضاء حيشتغل على جوينتين ما عدا الشورت هيد اوف ذا بايسبس فيمورس. من هو اسمه شورت هيد؟ خل اقول لكم اياها من هسه. احنا مو قلنا كلهم ياخذ من الاسكيل تيبروستي يعني معطول هن الاسكيل تيبروست اذا عبرات الهيب جوينت وعبرات الني جوينت تمام؟ وقلنا يعني بقى ايش قلنا احنا عليهم؟ خلينا نعطيكم اياها من هسه او خلينا نسولف لكم بقى. ايش قلنا احنا؟ قلنا يابا كل الاعضاء حياخذ من الاسكيل تيبروست يابا هذا اسكيل تيبروست معناته راح يعبرن الهيب جوينت وقلنا حيتشلبن بالتيبي او فيبيلا معناته حيتشلبن اما هنا او هنا فعبرن الني جوينت والهيب جوينت زين. ما عدا يعني الشورت هيد اوف ذا بايسس فيمورس هي حتاخذ منها الشورت هيد من الفيمر منطقه من الفيمر تنزل تشلب يعني تشلب اوكي بالفيبيلا تمام. فهي من حتنزل يعني من الفيمر تشلب بالفيبيلا فهي ضيعت عليها الهيب. احنا قلنا لازم العضله تمر بالجوينت يلا تشتغل عليه فهي ما تشتغل على تشتغل بس عني. اوكي زين فشوف هنا يقول لكم يعني حتشلب وين هي؟ راح تشلب اخر شيء اثنيناتهم حتشلبن بالفيبيلا. اوكي زين ها يعني يقول لك كل يتغذى بواسطه تيبيال ديفيجن اوف ذا سياتيك نيرف. تتذكرون بالمحاضره الرابعه قلنا عندنا السياتيك نيرف يتكون من شنو؟ كومن فيبيلار اوبرونيال نيرف وتيبيال ديفيجن. فالتيبيال ديفيجن هو المسؤول عن تغذيه يعني هذا ان العضلات اللي هي هامسترنج مصل. يقول لك البايسس فيمورس اللونج هيد تمشي ويا كل هذا ان الخصائص الشورت هيد تفشل انه
تعطيك اي وحده من عندي. اوكي اوكي احنا هاي خصائص عامه ما تركزوا عليها، يعني هي خصائص عامه كل شيء تمشي عليه، وقلنا شورت هيد ما ينطبق على اي شيء. هاي الصوره الدكتور حطتها زين، بس يكون هسه يعني الاوريجن، الاوريجن بكل بساطه قلنا الدكتور مونجلس الهامسترينج بارت يعني اسكلتو بروستي، السيميتيدنوسس سيمرمنوسس هم اسكلتو بروست. هسه نجيكم زين، وبقى عندنا شنو؟ بقى عندنا يعني البايسبس فومرس اللونج هيد هم اسكلتو بروستي. عندنا بس البايسبس فوم شورت هيد من لينيا اسبيرا والسوبرا كوندايلر لاين اوف ذا فيمر، لاتر سوبرا كوندايلر لاين اوف ذا فيمر. زين نجيكم وحده وحده، خلينا نجيكم على السيميتيدنوسس، يعني يقول من الانفروميديال بارت اوف ذا شنو اوف ذا اسكلتو بروستي، وكذلك عندنا البايسس فومرس هم يقول لك من الانفروميديال بارت. اوكي فعندنا السيميتيدنوسس والبايسس فومرس انفروميديال بارت، بينما يقول لك يعني السيميتيدنوسس عكسهم بالضبط السوبرولاتر. خلينا نجدل هسه عندنا الانفروميديال، هنا هذا الرسم ايش قلنا؟ عندنا ها هنا عبارة، عندنا هنا السيميتيدنوسس راح تسوي نفس البايسس فومرس لونج هيد اللي هي بالشنو بالانفروميديال، هاي الانفرو تقريبا هاي الجوماته وهاي الميدال، هاي جزء الميدال، بينما هذيك شوان اللي بسم ممبرينوسس حتاخذ من يعني السوبرولاترا، يعني هم فوق فوقان وهم لاترال، هاي جهه اللاترال هاي جهه الميدال، هاي يعني فوق السوبيا هاي جو الانفيرال. زين ايش مدريني عندكم هذا يعني هنا ابسط شيء الجريتر توكنتر اللي هنا تمام. زين عندنا هنا هذا الهيب جوينت، فالهيب جوينت يكون ميدال بالنسبه يعني شويه للفيمر تمام. اوكي زين فعندنا احنا يعني البايسس فومرس والسيميتيدنوسس اثنيناتهم بالانفروميديال اللي هنا، بينما عندنا السيميمبرينوسس من السوبيريور يعني السوبيريور لاترال سوبرولاترال يعني بارت اوف ذا يعني السكلتو بروستي تمام تمام سوبرولاترال. زين يقول لك يابا ايش عندنا بعد؟ يقول لك الانسيرشن، ركزوا لي هنا ركزوا لي رحمه لوالديكم ركزوا لي. زين يقول لك خلينا نفضل احنا النيرف سبلاي، النيرف سبلاي مايكرين تيبيال ديفيجن اوف ذا سياتيك نيرف L5 S1 S2. عندنا النيرف سبلاي تيبيال ديفيجن اوف ذا سياتيك نيرف L5 S1 S2، بس عندنا البايسس فومرس شورت هيد من الكومن فيبيولار ديفيجن اوف ذا سياتيك نيرف هم L5 S1 S2. يعني خلي بالكم قلنا احنا السياتيك نيرف كومن قسمين تيبيال ديفيجن كومن يعني فيبيولار او برونيال ديفيجن، فكل من التيبيال ديفيجن ما عدا هاي يعني البايسس فومرس الشورت هيد تاخذ مين؟ تاخذ من الكومن فيبيولار ديفيجن هم L5 S1 S2. زين يقول لك يابا الانسيرشن، ركزوا على الانسيرشن. يقول لك سيميتيدنوسس من الابر ميديال ميديال سيرفيس اوف ذا سبير بارت اوف ذا تيبيا. زين رايدكم ركزون ركزوا رحمه والديكم، هذا الانسيرشن عضلتين بعد هي تسوي هذا الانسيرشن. خلينا نحكيكم هاي الشيء ميديال سيرفيس اوف سبير بارت اوف ذا تيبيا، يعني هم سوبيرر يعني بالجزء الاعلى مال تيبيا ميديال، يعني اذا دا تشوفون وين اشوفكم انها صوره واضحه وحاطان ها هاي الصوره، هاي عندكم يعني هاي ميديال فيو مال التيبي. اوكي هاي ميديال فيو للتيبي. زين يقول لكم بالجزء يعني بالانتيار سوبير ويكون بشرط ميديال، هاي عندنا يقول لك ثلاث عضلات راح يسوون انسيرشن بنفس المنطقه. يقول لك يو كان نوتس اون ذا ميديال ابر بارت اوف ذا تيبي ثري ماسلز فروم ثري ديفرنت كومبارتمنت اوف ذا ثا اذن انسيرت. يعني يقول لك الجزء الابر ميديال بارت اوف ذا تيبي، انا قال لكم يا حسب ما اتصور قال لكم انه بعد احنا الساتوس وبعد عضله اللي جراسلس وبعد عضله اللي سميت النوزس راح يسوون انسيرشن على الابر ميديال بارت اوف ذا تيبي، وثلاثه كل واحده من يعني كوباردن مختلفه. عندنا يقول لك هاي المصل من البوستيرو انتير، عندنا السميت النوزس من البوستيرو كومبارتمنت، جراسلس عندنا يقول لك من الميديال كومبارتمنت، وعندنا ساتوس من انتير كومبارتمنت. ثلاثه يجوا من اماكن مختلفه ويجي يسوون انسيرشن بنفس المكان اللي هو الابر ميديال بارت اوف ذا تيبي، وهذا الشيء نسميه بيس اند سيرنس. اوكي بيس اند سيرنس تمام، هذا الشيء اللي هو انه ثلاثة يسوون انسيرشن بنفس المكان. اوكي اوكي زين هاي فيما يخص الانسيرشن مال سيميتيدنوسس، فخلوا بالكم الانسيرشن مال سيميتيدنوسس والجراسلز والساتوس كله نفس الشيء. زين خل نروح لكم على الانسيرشن، او يلا خلينا نحكي لكم هذا الانسيرشن. يقول لك الانسيرشن مال سيميمبرينوسس يقول لك بوستيرير بارت اوف ذا ميديال كوندايل اوف ذا تيبيا، خليني يعني نحكي لكم يا بوستيرير بارت of the medial condyle of the tibia. خلينا نشوفكم عندنا هاي عندنا هاي التيبيا هاي التيبيا of medial part of the tibia، عندنا هاي التيبيا احنا خلينا نشوفكم هذا insertion، عندنا هاي التيبيا تقريبا البوستير بارت جزء البوستير مال الميديال كوندال، هاي الميديال كوندال of the tibia تقريبا هذا الجزء. اوكي اوكي اللي هاي تقريبا يعني الكوندال
تمام، فهو يكون شويه جواها وبوستير، يعني هو الجزء البوستير. اوكي هنا عندكم تركزوا لي، ما تركزوا على السياسه، ما تطاي تركزوا على الجوا. يقول لك reflected attachment forms oblique popliteal ligament to lateral femoral condyle. عفوا لهالحكي، ركزوا له هسه عاد راح يجي، يعني هذا هو راح احكي لكم هسه بعد. يقول لكم ياب من هذا الانسيرشن مال السيمبرنوسس ينشا ثلاث شغلات، 3 expansion arise. يقول لك the first expansion passes deep to the tibia collateral ligament. يقول لك ياب مو تجي هي السيمبرنوسس تجي هي تسوي انسيرشن هنا قلنا اوكي تجي تشلب. يقول لك من هذا الانسيرشن مالت اكو ثلاث شغلات حتطلع، 3 expansion يعني ثلاث بروزات. اول بروز يقول لك حيصير ديب الفد ليجمنت، هذا الليجمنت اسمه تيبيا كولاترال ليجمنت. اوكي يقول لك هذا البروز مال يعني مال السيمبرنوسس راح يكون ديب بالنسبه لهذا تيبيا كولاترال ليجمنت. زين يقول لك ذا سكند اكسبانشن باسس اوبليكلي تو بي اتاتش تو ذا لاتر كوندير اوف ذا فيمر فورمينج، يعني اوبليك بوبليتال ليجمنت، هذا اللي النقطه اللي هاي فوق اللي هاي تمثلتكم. زين يقول لك ثاني واحد حيروح شنو، راح يروح لك يتصل باللاتر كوندير أو ذا شنو أو ذا فيمر، ركز تصل لاتر كوندايل ذا فيمر. يقول لك فد ليجمنت اسمه أوبليك بوبليتال ليجمنت، راح أعيدها لا تخافون. زين يقول لك الثيرد إكسبانشنز فورمز أ سترونج فاشي أوف أ لانج بوبليتيس مسل تو بي سيتل إن شولدر لاين أوف ذا تيبيا. يقول لك الثالث إكسبانشن راح ينزل لجوا راح يكون لك فد فاشي على فد عضلة اسمها بوبليتيس مسل، راح ناخذها إن شاء الله اللي قدام على ويسوي إنسيرشن لل يعني شولدر لاين أوف ذا تيبيا. تذكرون قلنا شولدر لاين مال تيبيا اللي حيكون ينزل إنفورو ميديال، صح ولا لا؟ فيقول لكم حيسوي هذا يعني انسيرشن عليه. نعيد لكم اياها تدللون، هذا هو الشيء المهم يعيدكم تركزون عليه اكثر من انسيرشن. زين يقول لك يابا عيني انت من هذا الانسيرشن مال السيمبرنوسس، يعني مو سويت انسيرشن على وين، سويت انسيرشن بوستير بارت اوف ذا ميديال كوندال اوف ذا تيبال ميديال كوندال تقريبا الجزء مالتها البوستير. زين يقول لك من هذا الانسيرشن ثلاث بروزات راح تطلع، اول بروز اللي هو فيرست يعني اكسبانشن باسز ديب تو ذا تيبيا كولاتر، اللي قمت يقول لك حيمر ديب للتيبيا كولاتر، هذا تيبيا كولاتر ليجمنت اللي هو دا اشرا السهر دا اشرا بالاصفر. فيقول لك ديب الى تشوفوا شلون حتفوت ديب الى هيك حتفوت، تمام. يقول لك ذا سكند اكسبانشن باسز اوبليكلي تو بي اتاتش تو ذا لاتر كوندايل اوف ذا فيمر فورمينج اوبليك بوبليتال ليجمنت. يقول لك ثاني واحد راح يشبيه راح يروح لللاتر كوندايل اوف ذا فيمر، هذا لاتر كوندايل اوف ذا فيمر حيروح يتشلب يقول لك فشي اسمه اوبليك بوبليتال ليجمنت. ثالث واحد ثالث expansion forms a strong fascia of a long popliteus muscle to be inserted in the shoulder of the tibia. يقول لك ثالث واحد هيقول لك فد فاشيه، شو شلون ديكون فاشيه تتحيط فد عضله اسمه popliteus muscle. اوكي ويقول لك يعني على مود شو اسمه واخر شيء يسوي insertion بالshoulder line of the tibia اللي يمشي انفرو ميديال. اوكي اوكي زين هاي تكون مهمه ركزوا عليه. هنا كنا كملنا يعني سيمبرنوسس ما عدا الاكشن. زين نزل لكم ها طبعا هنا ما حكينا احنا على الدكتا ماجنس الهامسنج بارت، خلينا نحكي اسرع. قلنا من الاسكيل تو بروستي هم تيبيال بارت اوف ذا سياتيك نيرف طبيعي هالشيء. تروح على الدكتا تيوبركل اوف ذا فيمر، هنا قلنا قلت لكم بالمحاضره الثالثه شوف التناقض انه عندنا احنا الدكتر تيوبركل اللي هي يعني مفروض واحد يصف المفروض على من الادكتر يعني الادكتر يعني كومبارمنت، بس شوف تاخذ انه العضله هي صح الادكتر ماجنس بس محسوبه على هامسترنج كومبارمنت او على البوستيرو كومبارمنت، فحتسوي انسيرشن على الادكتر تيوبركل والوظيفه نفس وظيفه مال يعني البوستيرو كومبارمنت. هسه هناخذها زين عفوا الوظيفه هسه زين الانسيرشن مال البايسس فيمورس لونج هيد وشارد. يقول لك اللونج هيد لاترال هيد اوف ذا فيبيولا. اوكي زين لاترال هيد اوف ذا فيبيولا حاليا زين خلينا نشوف. يقول لك يا اللاترال هيد اوف ذا فيبيولا، وانا عندنا هاي الفيبيولا، هاي الفيبيولا عندنا هاي اللاترال. اوكي يقول لك هذا يعني اللاترال هيد، هذا اللاترال مالته. اوكي اوكي زين خلينا نمشي بعد. ويقول لك العضله اللخه همين على اللاترال هيد اوف ذا فيبيولا، بس شوفوا ايش يقول لك، يعني هم الشورت هيد واللونج هيد على اللاترال سايد اوف ذا هيد اوف ذا فيبيولا، بس شوفوا الفرق. يقول لك tendon is split by this time by fibular collateral ligament of the tibia. بقى شو يقول لكم؟ يقول لكم هذا العضلتين اللي هي البايسبس فيمورس شورت هيد ولونج هيد فيوز تو بي اتاتش، يقول لك حين يعني اندمجن حتى يسوون اتصال وين؟ يقول لك يعني هن اثنيناتهم حيندمجن بس بعدين حينفصلن. التندن مالته حينفصل، يقول لك ثلاثه حيسوون انسيرشن على اللاترال هيد سايد اوف ذا هيد اوف ذا فيبولا. يقول لك التندن مالته حينفصل بالسايد مال فيبولا كولاترال ليجمنت اوف ذا ني. بقى فشو يقول لك هنا بقى شلون جوا؟ يعني عندنا احنا بقى شلون هناك اعطيكم اياها كلش حلوه. يقول لكم هنا البايسس سومرس، اوكي هاي البايسس سومرس تمام. ايش يقول لك؟ يقول لك هنا
يعني الميديا هنا العفو هنا اللونجين هنا شورت يقول لك حيفصلن وش بيه هنا حيفصل باتون فيبلر كلاتر لجمت هنا بتشلب الفيبلر كلاتر لجمت حيفصل بين ال يعني الانسيرشن مالتين اوكي. فهسه بدي احكيكم على شغله بعض تذكرون بالمحاضره الاولى قلت لكم فيبلر it serves mainly for muscle attachment providing insertion for one muscle and origin for eight muscle. قلنا فيبلا هي وظيفتها مو تشيل وزن, فيبلا هي وظيفتها يعني فور muscle attachment بتتصل بها عضلات تعطينا insertion العضله وحده ورجل ثمان عضلات. فهسه الانسيرشن مال العضله الوحده حكيناها اللي هي شنو اللي هي البايسس فيمورس اللونج هيد وشورت هيد. تمام تمام زين. وقلنا هنا النيرف سبلاي امتي بيل ديفيجن اوف ذا ساتيك نيرف L5S1S2 هنا كمان فيبولار ديفيجن اوف ذا ساتيك نيرف L5S1S2 اللي هي البايسس فيمورس شورت هيد تختلف. زين بقى عندنا الاكشن اللي هو كلش سهل. قلنا الاكشن مال الادكتر ماجنس قلنا هم تشتغل ادكشن للثاي يعني نفس ال يعني الكومبارتمنت نفس الميديا كومبارتمنت وهم تسوي اكستنشن للثاي اللي هي نفس وظيفه الهامسترنج. اوكي اوكي زين. وليش هنا ما تروح عني؟ لان هي اصلا تنتهي بالفيمر. تمام تنتهي بالفيمر يعني تشتغل بس على الثاي. فهسه صار عندنا كل العضلات مال شنو كل العضلات مال خلينا نمسح هنا كل عضلات مال البوستيرور كومبارتمنت تشتغل على جوينتين اللي هي اللونج هيد اوف ذا بايسس فيمورس والسيمبرنوسس والسيميتانوس. اوكي زين. العضله اللي حتشتغل على الثاي بس اللي هي الادكتور ماجنس لان تبدي بال يعني بالهب تنتهي بال يعني بالفيمر ما تروح تنزع التيبيا وفي بلازين. العضله اللي حتشتغل بس على الني جوينت اللي هي شورت هيد اوف ذا بايسس فيمورس. خلوا بالكم بايسس فيمورس اللونج هيد تشتغل على يعني والسيمبرنوس السيميتانوس تشتغل على كل العضلات يعني على كل الجوينت يعني اللي هي الني جوينت والهيب جوينت. زين شورت هيد اوف ذا بايسس فيمورس يشتغل على شنو؟ يشتغل بس على الني جوينت. الادكتور ماجنس مسل همسنج مان تشتغل بس على ال يعني الثاي. تمام زين. فاكستند ثاي هالوظيفه العاديه قلنا هنا عندنا الوظيفه الطبيعيه اللي هي يسوون اكستنشن للثاي كلهن ما عدا يعني قلنا يعني ما عدا شو اسمه يعني كلهن ما عدا البايسبس فيمورس اللي هي شنو اللي هي شورت هيد. وهنا كلهن يسوون فلكشن للني او الليج ما عدا اللي هي شنو الادكتر يعني الادكتر ماجنس الهامسترنج بارت. اوكي شوفنا الادكتر ماجنس الهامسترنج بارت سوي اكستنشن. زين نجي نحكي الوظائف. زين يقول لك يا الدكتور ماجنس هم سوى ادكشن للثاي اللي هم سكبات هم سوى اكستنشن للثاي. زين شوف الوظائف مال سيمتنوز السممنوز اكستنشن للثاي طبيعي هالشيء, فلكشن للليج طبيعي هالشيء. زين يقول لك روتيت ليج ميديال وين ذا ني از فلكست. ها يقول لك من انت تسوي فلكشن للليج من انت تسوي هيك فلكشن للليج هيك يعني تسوي فلكشن للليج راح تقدر تفر يعني الرجل مالتك ميديالي اوكي حتجي تقدر تفرها ميديالي. بينما يركزوا لي على البايسبس فيمورس يقول لك لما انت يعني تحديدا اللونج هيد لما انت تسوي فلكشن ني حتقدر تفرها لا ترى. فركزوا هنا هاي مهمه مهمه مهمه. زين من انت تسوي فلكشن ليك اذا تريد تفر رجلك ميديالي هاي شنو سمر بنوسس سيميتانوسس بايسبس فيمورس اذا تريد تفرها لاترالي بحاله الفلكشن. تمام فانا كاتب لكم هنا بالجدول عندنا اذا تيت فور لاتر روتيشن بايسس فيمورس لونج هيد ميديا روتيشن للليج او ني جوينت سيمبرنوسس سيميتانوسس. اوكي زين عندنا يقول لك وين ذا ثاي اند ليج ار فلكس يقول لك لما تسوي فلكشن للثاي والليج بنفس الوقت هذين العضلات يقدر يسوون اكستنشن للترنك يعني قصده شوفوا اذا انت بنفس الوقت تجي هيجي يعني تجي انت اوكي هو باعه هذا مسوي فلكشن هذا مسوي فلكشن لل هذا بالضبط هاي الوضعيه بالضبط هاي الوضعيه رج يعني يقول لك متى بسوي هالوضعيه حت العضلات اللي حتفيدك بالاكستندنج اوف ذا ترنك يعني تقدر ترجع ظهرك هيجي اللي هي شنو اللي هي الهامسترنج حتفيدك على الوضعيه. فركزوا على الاكشنات الطلاب المميزه. تمام اوكي زين يقول لك يابا الاكشن مال بايسس فيمورس لونج هيد فليكشن اوف ذا ليج روتيت ليج فليكشن اوف ذا ليج طبيعي حشي قلنا بتسوي فليكشن للني او الليج الروتيت ليج لاتر وان ذا ني از فليكس اند اكستند ثاي نفس الاكشنات حرفيا بس قلنا الفرق يعني تسوي لاتر يعني لاتر روتيشن. اوكي فرق عن ذي كنا انه ميديا روتيشن. زين بقى عندنا البايسس فيمورس شورت هيد قلنا وركينج اون ذا ني جوينت اونلي فليكشن كرونسيك اونلي وان جوينت بس يسوي لك فليكشن ني جوينت حرفيا هاي لان هي تعبر بس جوينت واحد. اوكي اوكي زين وعندكم هنا هم خراج لكم هنا الاكشن بصراحه الاكشن كلش مهم يعني مو بس انه ك يعني مو بس لكم انتو كامتحان وهاي يعني اتمنى يترسخ اكثر لان يفيدكم بعدين يعني انا ما يعني ما اعرف هالامور انا بصراحه ليش يعني انا هم احكي شيء ما اعرفه بس اللي اتصوره انا واللي سامعه يعني انا ما مجرب شيء بس سامعه يقولون يعني يفيدك بالعصب انه انت
جراحه العصب، انه يعني تعرف يا بعد هيك عضله مضروبه يعني انت تيجي تشوف يا عضله مضروبه تيجي تجرب الاكشن تقول له تحاول مثلا تسوي له ابدكشن هيك، حاول تسوي له اكستنشن، حاول تسوي هيك، فهو من تشوفه تحاول تعرف الخلل، تمام؟ تعرف الخلل بالعصب بالعضله وهكذا، فركزوا هم عليه يعني على الاكشنات زين. هو لذلك هم مهم يجيبوه هواي بالامتحان. عندنا هنا المفروض هو باللون الازرق، بس كذلك عندنا باللون الاحمر. يقول لك الادكتا ماجنس الهامسترنج بارت وكلهن اللي سمر بنوسس سيميتا نوسس بايسس فورنس لونجيد يسوون اكستنشن اوف ذا ثاي، ما عدا البايسس فورنس الشورت. زين عندك ميديا روتيشن اوف ذا ني او ليك اللي سمر بنوسس سيميتا نوسس بقى شلون سيمي بيها حرف الام سيمي بسيمي ميديا اوكي، بينما عندك اللاتر روتيشن بايسس فورنس لونجيد حرف ال لونجيد اوكي لاتر روتيشن L بل M بم أوكي أوكي باشون lateral rotation long head simple nosus simple nosus medial rotation أوكي زين ما شاء الله هسه جت بباله طبعا أوكي. عندنا الفلكشن اوف ذا ليك عندنا كل شيء ما عدا الادكتور ماجنس الهامسترنج بارت بايسس فورنس شورت هيد بايسس فورنس لونج هيد سيمر نوسس سيمتد نوسس. لا تنسون يعني الاكشنات الخاصه من قلنا تجي انت مثلا اذا تسوي فلكشن للثاي ولليك تقدر تسوي اكستنشن للترنك، وهاي قلنا لما تسوي فلكشن للليك تقدر تسوي ميديالي بالسيمر نوسس سيمتد نوسس، والبايسس فورنس لونج هيد تقدر تسوي انت يعني روتيت لاتر اوكي زين. هنا يعني بعدنا تمام ممكن لا تخافون. بعدنا هنا الاكشن اوف ذا هامسترنج وقلنا شويه الانجريز ونكمل ان شاء الله المحاضره زين او هذا الجزء. يقول لك الاكشنز اوف هامسترنج، تعرفوا انتوا لازم اكو يعني فد سلايد هو يوضح لك الاكشن بصوره اوضح زين. يقول لك acting from above they flex the knee او acting from below they extend the hip joint. اكو ملاحظه يعني ذاكرها المصدر المعتمد بهالمحاضرات، يعني هاي الصورة هسه هاي الصورة قدامكم انا جايبها من فات مصدر اللي اسمه مور. هذا المصدر حتفد ملاحظة حلوة يعني حتى اذا تشوفون الجداول مالته، يعني هاي الجداول مو مال مور هاي الدكتورة مسويتها، بس اذا تشوفكم جداول مال مصدر مور ما يكتب لكم اوريجن وما يكتب لكم انسيرشن، وجوز تلاحظتوها يعني مرات احنا نقول اوريجن مرات نسميها بروكسيمال اتاتشمنت، مرات نقول انسيرشن مرات نسميها ديستال اتاتشمنت اوكي. ليش مصدر يسميه origin insertion مصدر يسميه proximal attachment distal attachment زين بقى. يقول لك مصدر مور proximal attachment و distal attachment ليش انا سمين هيك انا سمين هذا proximal distal ما سمين origin insertion. يقول لك origin insertion مو كلمة دقيقة لان ممكن تتغير، يعني اوكي احنا قلنا على الاوريجن مو قلنا هو الجزء الثابت يعني اكثر ثباتية من العضلة، والانسيرشن هو الجزء المتحرك، يعني المفروض اذا انت تجي تسوي يعني عندك هاي العضلة اوكي هاي الاوريجن مات هذا الانسيرشن تمام، اذا تتيت تحركها فاكثر جزء حيتحرك هو هذا صح لو لا اللي حيحرك العضله، بهذا الجزء حيكون ثابت. بالهامسترنج يعني تجد اقول لكم اذا اشتغل الجزء الفوق اذا اشتغل الجزء الفوق الجوة، فيقول لك يعني الاوريجن والانسيرشن مو كلمه يعني صريحه، لان انت ممكن يشتغل عندك الجزء الفوق والجزء الجوة تمام. فالاوريجن هو مو دائما حيكون اوريجن وحيكون ثابت، انسيرشن مو دائما حيكون انسيرشن وحيكون متحرك، فهل ممكن حسب انت وضعيه الجسم نوع الحركه اللي تريدها حسب العضله تمام. فيقول لك هنا شنو يقول لك ممكن يشتغل من فوق، فاذا اشتغلت acting from above راح يسوون فليكشن ني، يعني اذا اشتغلت من فوق راح تسوي فليكشن ني، اذا اشتغلت من جوه راح تسوي اكستنشن للهيب جوينت، يعني اذا الجزء الجوه اشتغل ما راح تحرك الجزء الفوق اللي هي يعني يقول عن اكستنشن اوف ذا، اذا اشتغل الجزء فوق راح يسوي فليكشن اوف ذني زين. يقول لك ذني الاكشن اثنيناتهم ما تقدر تسوين بنفس القوه، يعني تخيل ستة نفس الشيء يعني اكو شخص يعني بكل بساطه ستة مثلا تقدر انت تقرا بنفس وقت تباع تلفزيون، طبعا لا ممكن انت حتباع تلفزيون اكثر وتقرا قليل او حتقرا التواي وما حتفتهم شيء من اللي حتى تشوفه التوك، فهنا يقول لك الاكشن هذني اثنيناتهم ما تقدر تسوين بنفس القوه بنفس الوقت زين. يقول لك pulling the trunk upright from a stooping posture against an influence or of gravity biases being the main agent. ها ركزوا هنا يقول لك ممكن تسحب الترنك مالتك الجذع بصوره مستقيمه بصوره قائمه لما انت توقف ضد يعني تاثير فد شيء او الجاذبيه. يقول لك اهم عامل هنا هو البايسبس اوكي البايسبس فيمورس اوكي، تجي تسحب الجذع مالتك تخليه مستقيم بحاله تتيد يعني ضد الجاذبيه او ضد في التاثير شيء معين، واهم شيء هي البايسب زين. يقول لك لما النية هي سيمي فلكس يعني انت ما تسوي بعض، احنا ايش عندنا؟ يعني لما انت تسوي سيمي فلكس يعني ايش تجي انت يعني اذا انت واقف هذا اذا انت تجي هيك واقف اوكي
تجي انت ما توقف عدل، لا تجي انت شوي هيك تميلن، يا اخي شوف انا على صوره واقعيه ايش بيها عبر الرسم زين. يعني مثلا تقدر انت تسوي الني مالتك يعني تقدر تصعدها بعد فوق، لا انت مثلا ني انت هيك بعد هيك مثلا هي غير رجل هيك عدله كلك سيمي فلكس، يعني انت تقدر توصل هنا بس انت حتخليها عال شويه يعني هالف فلكس يعني سيمي فلكس، يعني عن النص حتسوي لها فلكشن يعني لحد هنا ما تجي تسويها الفلكشن النهايه اوكي. بيقول لك بحاله السيمي فلكشن انه تسويها يعني على النص اوكي سيمي يعني هالف. بايسس فيمورايز كان اكت از لاتيروتيتر، يقول لك انت تسويها سيمي فلكشن، احنا مو قلنا لازم عندنا الني فلكشن الني فلكس يعني حتى نقدر نسوي ميدا روتيشن لات روتيشن زين. يقول لك لما تسوي سيمي فلكشن بايسس فيمورايز حتشتغل كلاتر روتيتر، قلنا البايسس فيمورايز اللي يعني اللونج هيد حتشتغل كلاتر روتيتر. السيمر نوس السيمتد نوس راح تشتغل كشنو ميدا روتيتر، قلنا ام بام سيمي بها ام سيمي بها ام ميدا روتيتر بام of the lower leg on the thigh of the knee. يقول لك راح تسوي لك انت ميد روتيشن مال lower leg اوكي مال يعني الجزء مال الليج الجوا on the thigh على الثاي بيا مفصل الني جوينز. يقول لك when the hip is extended لما سويت extension للهب، لما انت تجي تسوي هيك للهب باو لما تجي انت تسوي extension تجي انت ترجع او انت تجي توقف بصوره عاديه يعني توقف هيك وقفه عاديه اوكي توقف وقفه عاديه او تجي ترجع زين. شو يقول لك؟ يقول لك بايسس از يعني lateral rotator of the hip joint and simultaneous simultaneous and medial rotator of the hip joint. يعني باعوا هنا ايش قال لكم؟ قال لكم باعوا خلي افهمكم ان شاء الله، احنا ايش قلنا؟ شنو وظيفه يعني بصوره عامه شنو الوظيفه مال الوظيفه مال يعني البوستيريور كومبارتمنت؟ شو تسوي؟ فلكشن للليج واكستنشن للثاي تمام؟ فيقول لك لما انت تيجي تسوي يعني استمع انت تيجي تسوي بقى انا يقول لك تسوي فلكشن للليج راح تقدر تسوي انت يعني الحركات تقدر تسوي انت ميد روتيشن للليج ولاتر روتيشن للليج. لما انت تسوي اكستنشن للهب اللاتر حتشتغل وسم يعني تشتغل ك يعني لاتر يعني البايسس حتشتغل كلاتر روتيتر والسيما بنوس السيبتنوس حتشتغل كميد روتيتر. بس ركزوا لي ايش عندنا شنو وظيفه البوستيرير كومبارتمنت؟ تشتغل ك فلكشن للني اوكي وتشتغل كإكستنشن للهب. يقول لك لما أنت تيجي تسوي إكستنشن للهب راح تقدر أنت تسوي ميدال روتيشن ولاتر روتيشن همين للهب وبواسطة سيمتنوس سيمومنوسس. لما تيجي أنت تسوي فلكشن للني سيمي فلكش فلكس قلنا هتقدر تسوي ميدال روتيتر ولاتر روتيشن زي ميدال روتيشن هو ثابت بالسيمومنوسس سيمتنوسس لاتر روتيشن هو بالبايسبس فورا زي. يقول لك the two action of the hamstring cannot be performed maxillary at the same. يقول لك ما تقدر تسوي اي اكشن يعني اكشنين قلت لك ده ممكن تسوي هذا ما تقدر تسوي هذا الاكشنين يعني بنفس القوه يعني بنفس الوقت زين. when the thighs are and legs are fixed يقول لك لما حيكون الثاي مالتك والليجز حتكون فيكس يعني ثابتات. زامسترينج كان هيلب اكستند ذا ترانك ات ذا هيب جوينت. يقول لك يعني لما هي حيكون ثابتات هيك ثابتات يعني تم وقفهن هامسترينج حيساعدها انه يسوون اكستنشن للترانك يعني للترانك بالهيب جوينت. اذا نصعد فوق احنا ايش قلنا بالضبط؟ شوفوا قلنا ايش راح يسوون؟ راح يسوون شنو يعني لما الثاي والليج ار فلكس لما تسوي الثاي فلكس يعني الثاي والليج لما تسوي التفلكشن هنا يقول لك لما تسويها فيكس اوكي لما تثبتها تمام زين. فايش حتقدر تسوي؟ حتقدر تسوي انت يعني اكستنشن للترانك حتقدر انت ترجع ظهرك يعني انت حتقدر تسوي ترجع ظهرك لورا تقدر ترجع ظهرك ايش لورا اوكي زين. بقى عندنا يقول لك the hamstring are involved in walking on flat ground terminal swing involved in the mid swing to the heel strike. بقى ذكرون هاي عندنا الكوادريسبس مسل ووكينج ان هاي الووكينج مالت تكون من ستانسز اللي هي من رجلك بقاع وسوينجز من انت رجلك ترفعها. فيقول لك الهامسترنج هي شنو؟ مسؤوله هنا او تتضمن انه انت يعني فد حركه اللي هي شنو هاي الحركه؟ يقول لك من انت تيجي تسوي شنو؟ متى تيجي تسوي يعني تيرمينال سوينج متى تيجي تمشي على القاع تخلي رجلك على القاع اثنيناتهم اوكي بالتيرمينال سوينج زين. تتضمن من انت تتحول من ميدي سوينج للهيل سترايك ما شاء الله طبعا هاي دائما لازم تصير زين. خلي شوي نتجنب ذا ما شاء الله نبكله لا هسه تروح يلا معود انه بدا يعلق اي راحت خلينا نتقدم شوي زين. فيقول لك لما انت تنتقل من هاي المرحله الى هاي المرحله راح انت تمر بهاي المرحله اللي هي حتخلي رجلك بالقاع فالهامسترينجز راح تشتغل. شو شلون هنا الهامسترينجز راح تشتغل اوكي قاعد لكم اياها. يقول لك لما انت تريد تنتقل من الميد سوينج اللي انت يعني نص رافعه الترافع اوكي الى الهيل سترايك انه انت طخت الهيل مالتك الكعب مالتك طخ بالقاع
يعني حتمر بالترمينس بين قوسين، لا تعرفونها يعني هيك تستمر وترجع تستمر وترجع. فانت عندك هاي المرحله الاولى، هاي الثانيه، هاي الثالثه، هاي الرابعه، هاي الخامسه، هاي السادسه، هاي السابعه، ترجع النوبه السابعه تنعاد على الاولى، ترجع النوبه تعيد السابعه تنعاد على الاولى. فانت متى تعبر المرحله السادسه للاولى تعبر من الميد سوينج للهير سترايك، لازم انت شنو تمر بال يعني بالترمينس سوينج، حتشتغل نال هامسترينج بالترمينس سوينج. اوكي، تفيدنا بالمشعل قاع زين. The hamstring are active in thigh extension under all situations. يقول لك تمشي الهامسترينج هي تسوي extension للثاي بكل الحالات، يعني تيجي ترجع الثاي مالتك ما عدا full flexion of the knee من التهام. بقى عشان خلي أوضحكم يا هنا، احنا مو قلنا ما تقدر تسوي الاكشنين مالتها بنفس القوة، يعني احنا مو قلنا يعني بوتيكو ما تكون flexion للني واكستنشن الهب. يقول لك لما تسوي full flexion of the knee يعني 100%، ايش حيكون قوة عندك الاكستنشن اوف ذا هيب؟ 0%. طبيعي احنا قلنا عندنا 100%، يعني عندنا الاكشن مالته 100%. اذا سوينا هنا 50 حنقدر نسوي هنا 50، اذا سوينا هنا 20 حنقدر هنا 80، اذا سوينا فول فليكشن اوف ذا ني بالبوزيشن 100% ما حنقدر نسوي الاكستنشن اوف ذا هيب. اوكي، فاقول لك احنا بكل حالات نقدر نسوي فليكشن اوف ذا ني، بس ما نقدر نسوي اكستنشن اوف ذا هيب لان مسوينا احنا 100% فالاكشن، فما نقدر نسوي الاكشن. لا جرب هسه، جرب شو تسوي، خل اشوفكم يا هبا. جرب انت تجي انت هيجي تجي انت تسوي فليكشن لاني تجي تهيجي ترجعها لورا بنفس الوقت. شوف حتقدر انت ترجع رجلك لورا، انت اصلا يعني ملاويها يعني بقى. اذا انت مسوي فليكشن هيجي لاني حتقدر تسوي هيجي، فجرب. اذا انت تجرب سوي فليكشن كلش حتقدر ترجع رجلك لورا؟ اوكي، ما حتقدر. اوكي زين، يقول لك including maintenance of the relaxed standing posture. يقول لك يضمن لك هالشيء انه تتحافظ على الوقفه مالتك مرتاحه، ستاندينج ات ايز، يعني انت من توقف بكل بساطه مرتاح، يعني يضمن لك هذا الشيء. اوكي، انت يعني يقول لك سوي هالحركه تسوي فليكشن اوف ذا ني، ما تقدر تسوي حتى يعني شلون نقول حيضمن لك هالفتشي انه انت حتقدر توقف بكل راحه. زين، يقول لك شخص اذا صار عنده شلل بيرسون وذ بارالايز هامسترينج، حتشل عنده الهامسترينج تين تو فول فورورد. يقول لك راح يعني حيميل انه يوقع لي قدام، هيك يوقع لي قدام. شوف شلون هيوقع هيك لي قدام، يميل انه يوقع لي قدام. اوكي، ليش؟ because the gluteus maximus muscle cannot maintain the necessary muscle tone to stand straight. ها، احنا صح حكينا قلنا يا gluteus maximus، gluteus maximus، gluteus maximus هي المسؤوله عن وقفتك، مسؤوله قلنا عن يعني هواي امور كلش هواي، يعني قلنا gluteus maximus تقدر انت توقف يعني وياها عادي، يعني انت تقدر تمشي بدونها، بس قلنا انت لازم ضروره انت يعني بدونها انت ما تقدر توقف. اوكي، يقول لك صح يعني قلنا gluteus maximus هي ما راح تقدر تحافظ على يعني شلون نقول على يعني قوة العضلة انه انت تقدر تبقيك ثابت وواقف كذا انت مستقيم، لا، يقول لك الهامسترينج هم يساعد بهالشيء. فتخلوا بالكم يا شباب، صح احنا حكينا، او خلينا نقول طلاب حتى لا نظلم اي شخص، زين، يعني صح احنا حكينا الاكشن، بس هذا يعني هيك لما تشوف تصفح اكشن ركز عليها افهمها. اوكي، اي شيء مو واضح بيها يعني قبل اسالني لا تتردد، يعني هاي يحتاج لي يعني هو صح يحكيك اياها فوق بسرعة، بس هاي يجي يتعمق لك حتى تفهمها اكثر. وبصراحة أنا هم أكون صريح وياكم، من كنت بالمرحلة الأولى يعني من كنت أني يعني أشوف مثلاً أقرأ مثلاً هذا اللي هو الأكشن هذا، يعني كنت أدرخه تمام، والله أدرخه يعني، وأجي هنا هذا يعني ما يعني مو كلش أربطه أمانة، بس يعني شو من رجعت أقرأ المادة مرة ثانية عمود أشرحها يعني حسيت الوضع يعني منطقي أكثر. فأنت يعني حاول يعني ما تقرأ المادة هواي، ما تعيدها هواي. أوكي، فأنت يعني حاولوا تقرأ أكثر مرة حتى تفهموها والله، لأن هالشي يعني يفيدكم أنت يبقى وياكم. أوكي، فقلت لكم شت ما حلو من قرأت يعني ما شت يعني أفهم والله، شت هيك أحفظ 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 هاي لا توريتيت رايت، بس من تجي أنت يعني شوية تفهم تفهم شوية أنت يكون عندك يعني يعني شوية تقدم المادة إن شاء الله تقدر تفهمها. زين، إذا هو تعرفون بداية كل شيء صعبة يعني، وإن شاء الله الله يسهل عليكم. زين، the hamstrings are hip extensor. طبيعي هالشيء صار نسألنا كذا، هم زقية تسوي extension hip involved in walking or flat ground. ما هتجينا هاي، يقول لك تضمن لك إنه تمشي على القاع. when the gluteus maximus demonstrate minimal activity. يقول لك لما gluteus maximus حتبين لك يعني فد نشاط قليل، هي راح تفيدك إنه تمشي على القاع. زين، يقول لك هم they are active in pulling the trunk up strength from a stomach bus against influence gravity so in their front. أوكي، يقول لك هم يفيدنا هن من pulling the trunk upright. يقول لك يفيدنا انه يحطن يعني الجذع مالتك مستقيم from a stooping posture، لما انت يعني بالوقفه مالتك اللي حتكون ضد يعني يعني ضد تاثير الجاذبيه. so when there is forward reaching، لما انت تمشي قدام يعني forward bending، لما انت تنحلي قدام of the hip joint مال hip joint or lateral sway، لما يكون
الانكل دول شوي يصير باللاترال. اوكي الحين اللاترال الهامسترنج راح تعدل لك التانك، هي حتمين تعدل لك التانك. هذا كلش مهم، هذا كلش مهم. الحاجة عيد الكمية، عيد الكمية لان والله احسه مهم، انا يعني اشوفه مهم. زين يقول لك لما انت يعني تفيدنا انه يسحبن الترنك فروم ستوبنج بوستر، يفيدنا يسحب الترنك من بوستر مال الوقف ضد تأثير الجاذبية. شون لما انت عندك تمشي قدام صاعدك انحنالي قدام مال هيب جوينت او صاعدك يعني ميلان بالانكل جوينت على اللاترال، هامسترنج راح تفيد لك تسحب لك الترنك، تعدل لك الترنك، تعدل الترنك الجذع مال جسمك، تجي تعدل تسوي عدل. اوكي زين تيستينج ذا هامسترنج، قلنا تيستينج هنا احنا من نريد نفحص نجي نسوي نقول للشخص حاول تسوي الاكشن، بس شو نسوي؟ نجي نحط ايدنا يعني مثلا اذا هي يعني هو هنا يقول لك هامسترنج تيستينج كليكر، تقدر تفحصن بواسطه او عمليا او سريريا بواسطه اكتف ني فلكشن اجينست ريزيستنس ان ذا سوبان او برون بوزيشن. بالبدايه يقول لك اما على بطنه او على يعني اما على يعني على ظهره، السوبان على ظهره، البرون على بطنه بوزيشن. تمام يقول لك اكتف ني فلكشن اجينست ريزيستنس، يعني يقول لك شنو؟ تيجي انت تلزم انت هو سيمسو يجي هو شو يقول لك؟ مسوي لك هو يعني حاط رجله، فتقول له تي يعني هو شوي رافع لك، يقول له حاول تسوي لي فلكشن. اوكي حاول تسوي لي فلكشن لني، فانت تجي تلزمها بقوه حتى تمنع تسوي. اذا هو قدر يسوي لك فلكشن لني خيرا على خير، يعني بهالحاله يشتغل، اذا ما قدر يعني عنده مشاكل بيها. اوكي فخلوا بالكم حتى يعني هاي تمشوا فحص اي عضله يعني بعيده عن سوبان او بروموزيشن، هو حيكون بس انت يعني انه انت تحفظ الاكشن. تمام شوف السدي فيكم انه تيستينج ذا هامسترنج شلون تحفظها. يا طبعا هنا مكتوبة هامسترنج خطأ طبعا، هاي اس اوكي هامسترنج. زين شلون تحفظ يعني تفهمها وتحفظها؟ انت فاهم الاكشن. اوكي فانت قبل الفحص عندك كل شيء. زين اخير موضوع وهذا كلش حلو طبعا، انا يعني من قريته شويه جذب انتباهي، بس اقول لكم ليش ونذكركم. طبعا انا اريد اذكركم شغله حتى تفيدنا اللي قدام، طبعا لاحظتها ونسيتها. زين يقول لكم يا ابي هاي ملاحظات هي احكي لكم اياها، طبعا انا ما ركز لكم على الصور بس حاجيكم شوية على الصور. زين يقولكم هنا أريد أكد على فكرة هتفيدنا، يقول لك البايسس سومرس هي أكثر وحدة لاترالي، يعني إذا إحنا نروح نشوف يا بعدنا هاي عندنا هاي إحنا يعني عندنا هاي يعني عندنا هاي السيميتنوزس. أوكي عندنا هاي السيميتنوزس باعو، عندنا هاي السيميمبرنوزس، عندنا هاي اللي هي البايسس. أوكي أكثر وحدة ميديالي يا هي السيميتنوزس، اكثر وحده لاترالي البايسف سومرس، اللي بالنص السيميتنوز. اوكي فاكثر وحده ميديالي هي من اسمها ميديالي ممبرينوزس، يعني ام بام دم الاب تشوفوها السيمي اصلا يا ام 3 ام يعني سيميتنوزس العفو سيمي ممبرينوزس 3 ام ميديالي، البايسف سومرس لاترالي والسيميتنوزس تكون بالنص. اوكي السيميتنوزس از ميديال حتكون ميديال، خلوا بالكم البايسف سومرس لاترالي سيمرابنوسس ام 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 ميديالي. اوكي خلوا بالكم في الناشي اللي قدام. اوكي زين يقول لك الهامسترنج انجريز يعني اذا ضربني هامسترنج. زين يقول لك عندنا نوعين احنا، زين حكينا على نوع الاول خلينا نحكي هسه، يقول انه عن حاجه عليه قبل، يقول لك افولجن ترين اواي اوف ذا سكلتوبروس، اذا كنا قلنا على افولزف او افولد فراكتشر الكسر، الافولد فراكتشر قلنا هو كسر نفس الكسر عادي هو كسر، بس بشرط بالعظمه مو بس بالعظمة، جزء مال العظمة يكون مرتبط به إما تندم عضلة أو ليجامنت. زين فيقول لك إحنا كلنا هالعضلات أغلب ال يعني الاتاتشمنت مالت وين حيكون بالإسكالتي بروستي، إذن حصير كسر بالإسكالتي بروستي. At the proximal attachment or origin of the biceps femoris and semitendinosus may result of forcible flexion of the hip with the knee extended. ها يقول لك هنا إذا صار عندنا كسر، يعني إذا واحد استسألكم واحد عندنا انشلت الهامسترنج مالته أو انضربت شو راح يصير بيه؟ راح يصير بيه flexion of the hip و extension of the knee. اوكي القصد يعني من هالحكي القصد انه اذا احنا شنو وظيفه البوستيرير كومبارتمنت او هي بسرعه ما يعني الهامسترنج وظيفتها تسوي flexion of the knee وتسوي extension of the hip. اوكي زين اوكي فيعني اذا وظيفتها هي flexion of the knee و extension of the hip فشو يقولكم اذا هو فقد هذا ان يعني الشغلتين راح يصير عكس اللي عنده، راح يصير عنده ني اكستندد اجباري. ليش؟ لان هو يعني العضلات المسؤوله عن فليكشن اوف ذا ني
يعني ما تشتغل. اوكي ما تشتغل فلكشن اوف ذا ني قامت ما تشتغل، فحيصير ده ني اكستنشن اجباري ني اكستندد، وحيصير ده فلكشن اوف ذا هيب اجباري. ليش؟ لان العضله المسؤوله عن اكستنشن اوف ذا هيب قامت ما تشتغل. يعني تخيل انتو، يعني احنا عندنا وظيفه، عندنا وظيفتين، يعني عندنا مثلا يعني اقدر اسوي هيك واقدر اسوي هيك. زين اذا قامن ما يشتغلن راح يصير بالعكس ماتن تماما. يعني جزء انتو ماخذيها بال يعني بالابرلم، عندنا يعني بالابرلم ذكر بالبراكيبلكسيس اذا انضرب فد عصب. يعني تخيلوا انتو مثلا انا مثلا عندي فد عضله، يعني عندي مثلا البايسبس اوكي زين، وفرض عندي اياها كم عضله مسؤولات عن فليكشن اوف ذا يعني الارم مالتنا يعني الايد مالتنا اوكي زين. اذا ذن عضلات فقدن ايدنا اجبارا راح يصير بها اكستنشن، لان ما عندي عضله تبقي لي بالفليكشن. اتمنى فهمتوا انه ما انه انا عندي يعني با حتى هنا ركز لي قال لك فورسبل، انت عندك عضلات انشلت، عضلات انقطعت، شلون راح تقدر انت تيجي تبقي يعني بين قوسين اكشن؟ حيصير بالعكس. يعني يجيب لك سؤال، يعني يجيب لك سؤال، خلنا نرجع لكم احنا على الاكشن، خلي فهمكم الفكره. انا يعني احب اركز لكم دائما على الافكار اللي هيك يعني زين. يقول لك يابا، يقول لك بسرعه عامه عندنا احنا هذا العضلات هسه اوف السارتوريس، اعتبروا السارتوريس ماكو اوكي، هاي كفكره بس حتى تفهمون. عندنا ثمان عضلات يسوون ابدكشن اوف ذا ثاي، تمام؟ ثمان عضلات ماكسيمس ميدس مينيمس تنشن فشات بيرفورمانس اوبتيت انتنس سوبر جملس انفيرد جملس، زين ثمان عضلات. يقول لك تخيل انضرب هذني الثمانيه، ايش تتوقع من البيشنت مالتك؟ راح يشوفك ابدكشن لو ادكشن؟ انت طبعا تفكر تقول يابا بما انه هو اصلا ذن عضلات مسؤولات عن الادكشن وهن انضربن، فاذا حيشوفنا ادكشن، لان هي العضلات اللي مسؤولات انه يسوون هذه الحركه اختفن انضربن انشلن، العصب ما تنضرب، فحيسوون بالعكس هذا الشيء اللي هو الادكشن. اتمنى صارت واضحه على هالمثال، وكذاك الحال يعني تجيكم هالسؤال يته، فلازم انت ضابط الاكشن. طلاب رحمه لوالديكم، ضبط الاكشن والله يعني يفيدك بالاسئله المباشره، يفيدك باللعبات يعني تمام. فيقول لك اذا واحد انضرب ادى الهامسترنج ايش حتتوقع عنده؟ يعطيك صفات. اذا مثلا يقول لك شنو وظيفه مال الهامسترنج، او يعطيك مثلا انت يقول لك كل العضلات، مثلا يقول لك كل العضلات هنا، كل العضلات تسوي لك ابدكشن ما عدا عضله واحده، ويخلي لك مثلا وياهن الكوادايتس فيمرس. انت تشوف هنا انه ها والله حسين قال لي كوادايتس فيمرس ما تسوي ابدكشن، اي عضله من هذول ما يسوي ابدكشن ما عدا كوادايتس فيمرس، تختار له. فركزوا على الاكشن، رحمه الوالديكم زين. فايش يقول لك هنا؟ فقلنا مثلا يقول لك حيسوي لك هنا فورسبل فليكشن اجباري اوف ذا هيب وني اكستندد اجباري، وعندك مثال هو كيكينج ا فوتبول، متى تضرب طوبه، متى تضرب طوبه ممكن يصير عندك هنا يعني اسكل تو بروس، يصير عندك افالز يعني فراكتر اوكي، هامسك تندن تون يقول لك حيتمزق وافالز وحينشلع من التيبروس اسكل تو بروس. زين عندنا الهامسنج سترينين هي التواءات مال الهامسترنج بولد اند تون اوف هامسنج، يقول لك يعني بتنسحب وتتمزق. زين يقول لك common individual run kick and running jumping quick sports such as football basketball and baseball، يقول لك هالأشياء شائع بالناس اللي يركضون ويضربون طوبة، يقول لك وشائع بالركض بالقفز، أنه بدايتك تنطلق اعتمتي تركض مثلا بدايتك حتكون كلش سريعة بالركضة مثلا، أو هي ألعاب البداية السريعة أو الركضة السريعة للفوتبول كرة قدم باسكتبول كرة السلة والبيسبول أوكي زين are twice more common than quadriceps strain. ها يقول لك الالتواء مالتين يكون شائع مرتين اكثر من الكوادريسبس سترين. ليش؟ فكروا لها يعني هي الهامسترنج ضعيفات فممكن يصير بها التواء، كوادريسبس كبيره فاحتمالات الالتواء بها تكون اقل. وتذكرون قلنا بثلاث محاضره باول سلايدات تكون كوادريسبس سمرس maybe 3 times stronger than the hamstrings. هنا انا بس حبيت اقارن لكم يعني ايش عندنا احنا بقى. الحجم هو يعني مرات يفيد ومرات يعني يضر اوكي زين. يقولكم عندنا يعني هنا هاي الانتيكوبان تقريبا، خلينا نحدد الهامسترنج هنا تقريبا، خلينا نقول هاي الهامسترنج، عندنا هاي الاسبور اللي خلينا نحدد الهامسترنج، هاي الفاسس لاتراليس، هاي الريكتس فيمرس، هاي الهامسترنج اوكي قولوا يابا هاي الهامسترنج فرض يا الهامسترنج قصدي هاي الكوادريسبس فيمرس وهاي الهامسترنج اوكي. تقريبا يقول لك هاي الكوادريسبس فيمرس هي ثلاث اضعاف اقوى من هاي، لان حتى الحجم شوف الحجم يعني منطقيا نفكر، بينما عندك يقول لك ها رغم انه صغيره حتكون يعني التواءها اكثر من هاي اكثر من الكوادريسبس فيمرس بمرتين شائع اكثر اوكي زين. يقول لك يا بعد شنو؟ يقول لك خلينا نشوف، يقول لك ار اكومبانيد باي بروزنج اند تيرنج اوف ا مسل، يقول لك هالشيء راح يسبب لك بروزنج يعني فد بروز اوكي، راح تشوفه انت يعني مثل هاي تقدر تقول تورم
التيرنج اوف المفصل تتمزق العضله فايبرز الالياف ما تريد. يقول لك تمزق العضله حيسبب لك ريزلتنج ان رابتشر اوف بلود فازل، حيتمزق يعني حيتمزق عندك او شيء بلود فازل سبلاينج ذا مسل يغذيك ذن العضلات. ذا ريزلتنت هيماتوما، يقول لك الهيماتوما الناتجه، يقول لك هيماتوما قلنا حي من حيتمزق البلود فازل حتكون عندنا تجمع او خثره ماده. كونتيند باي دنس توكينج لايك فيشات، يقول لك حتكون يعني حتحتوي على مثل هيك يعني مثل فد ماده او شلون نقول يعني، وحيكون كثيف صلب يعني مثل يعني مثل يعني مثل الجوارب مثل الفيشلات. اوكي خلوا بالكم تيرنج اوف ذا مسل يسبب لك رابتشر اوف بلود فازل ويسبب لك هاي الهيماتوما ويسبب لك انه تكون داخل هي دنس توكينج لايك فيشلات. زين شلون ينشئ الهامسترنج انجريز؟ ثلاث شغلات. الاولى هي اللفت انتباهي ان ادكويت وورمينج اب بيفور براكتس. طبعا من اروح القاعه دائما يعني ما حمي لا يعني ما اسوي تمارين حمى قبل اروح على التمرين شبوجي، بس قرات هالمعلومه طبعا بجديد يعني تعرفون يعني فرق من انت مثلا تجي انت مثلا تقراها كامتحان فرق متى تقراها مثلا تجي تدرسها او عم تتعلم وكذا تمام. فنقرا بوقتها يعني هي تقراها انه يعني امتحان ما دير بال، بس من تجي تقرا الماده كالك يعني يختلف الموضوع. فمن قراتها يعني واو قلت بعد، فقمت وراها شوي قمت يعني احمي بالبدايه قبل اروح التمرين. فخلوا بالكم زين باورفول كوادسبس يعني انه إذا عندك كوادسبس قوية بالتالي حيأثر على الهامسترنج. أوكي إحنا قلنا يعني لازم يكون العضلة شوي يعني متوازنة. ويك جلوتاي، قلنا إذا جلوتيس ماكسيمس تحديدا تكون ضعيف حيأثر هذا الشيء لأن هي تساعدهن بهواي أمور، فإذا هي ماكو يعني راح يأثر عليهم. أوكي زين هناك كملنا هذا الجزء الأول من هالمحاضرة. طبعا ما أعرف جزء حق قسم اثنين بس أصور هو يجوز ما يعبر 50 دقيقة إن شاء الله ما يعبر. أتمنى وإذا يعني عبر ساعة قسم اثنين إن شاء الله. أتمنى هذا الجزء يكون واضح مفهوم. أي سؤال عندكم أي ملاحظة أي فتية أتمنى ما ترددون، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع ومع السلامة.